وعليكم السلام. يا شيخ وليد، أبو سلطان. أبو سلطان الذيب، كيف ما ينط يجيب؟ أبو سلطان العسل. طب اتفضل أبو سلطان. شيخ وليد، أتمنى منك إن شاء الله إذا بمجال تساوي موضوع خاص عن رجال الثقات عند أحاديث الشيعة يستدلون بها. أنا من يومين ثلاثة اتصلت على حمير القريشي، جاي يقول إنه علي خالق السماوات والأرض ومحمد خالق السماوات والأرض، ويستدل بأحاديث عندهم في بحار الأنوار، وهم نفسهم الرواة لما أنت كنت تجيب مواضيع عليهم يقولوا لك لا هذا الحديث ضعيف. أيوه. يعني هم حسب المزاج، فهمت علي شلون شيخ وليد؟ أيوه فاهمك، فاهمك. أريد موضوع بس عن طريق الأحاديث اللي استدل بها حمير القريشي الرواة، السند هو ضعيف، من بيناتهم هذا اللي يلعب في صدور الفراخ، شو اسمه؟ أبو بصير. أبو بصير، أيوة، بيناتهم هذا أبو بصير اللي بزماناته طلعت معاكم مرارة تقول لك هذا كذاب، هذا حديث ضعيف، هو نفسه يستدل منه حمير القريش يقول انه علي خالق السماوات والارض ويمسك التراب يقلب ذهب. الله المستعان. مع ان سيدنا، والشغله الثانيه، يعني سؤال سيدنا جابر الصادق، سؤال ثاني شيخ وليد. تفضل. بالنسبه لاخونا هذا غاضب، يا ريت يغضب عند خاسر الخبيث وعند حمير القريشي، لمن 24 ساعة واقفين على البث ويلعنون رموزنا ويشتمون ويسبون، روح اغضب عنده وساوي مثاليات وانسانيات هناك. أيوة، مو نحن هين، نحن بالعكس. والله صحيح يا ابو سلطان، والله فكرتني صح، وعلى راسي يا شيخ وليد. الله يكرمك. يعني سبحان الله، انا سمعت كلمة، والله كلمة يعني تهتز لها السماوات والأرض. والله يقول لك صلي صلاة، يعني إلعن عائشة والعياذ بالله في صلاتك وشوف ربنا هيعمل فيك إيه، يعني تخيل وصلت لإيه. فأنا بتساءل يعني هم ليه الأئمة فات من عليهم الحاجات دي، يعني الحاجات اللي أعرفها خاسر الخبيث ده فاتت على الأئمة إزاي، يعني فاتت على الأئمة إن هم يوجهوا أتباعهم إن هم يصلوا صلاة ويلعنوا فيها عائشة عشان تقضى فيها الحوائج، فاتت عليهم إزاي؟ يعني نفسي أعرف فاتت عليهم إزاي. يعني دي نقطة. النقطة الثانية الاحتفالية بوفاة أم المؤمنين عائشة، فاتت برضو على الأئمة إزاي؟ يعني إزاي فاتت على الأئمة؟ يعني شيخ وليد، يعني بشغلة، شيخ وليد بشغلة نسيت أخبرك إياها. تفضل. أني صراحة من شهرين ثلاث يعني غدر بي وانضحك علي وتعاطفت معهم صراحة، ويعني صرت أبحث في كتاب بحار الأنوار والكاف اللعين وكتابهم منهج البلاغة الخبيث. فعندما بحثت يا رجل، المفيد اللعين لعنه الله، الخبيث ابن الخبيثة، تعرف إيش يقول؟ يقول الرجل والمرأة إذا ماتوا وليس في رقبتهم متعة يموتون ودينهم ناقص. يا رجل، يعني اليوم أنت خاسر الخبيث وحمير القريشي وكل شيعي، إذا يساوون تحليل DNA أقسم بعزة الله آباءهم باكستانيين أفغانستانيين إيرانيين، ليس معروف آباءهم الصحيح. انت جيت على المنطقه الحساسه. يلا الله وسهل. شكرا لك ابو والله سلطان. العظيم يا رجل المفيد، والله العظيم المفيد، صفحه 67 الحديث 117 في بحار الانوار يقول اذا مات الرجل والمراه وليس في رقبتها متعه يموت ودينه ناقص. يا رجل ايش الدين هذا؟ الله المستعان. طب انا عايز اسال سؤال بقى. واحده دلوقتي متجوزه، يعني هي طلعت من بنت بنوت، اتجوزت جواز طبيعي اللي هو العادي، وفضلت مع جوزها لحد ما ماتت، شلون نحل المسألة دي بقى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يعني سبحان الله. وبعدين ايه يا اخوانا، بصوا بصوا بصوا،
من تمتع مرة كانت درجته كدرجة الحسين، من تمتع مرتين درجته كانت كدرجة الحسن، من تمتع 3 مرات درجته كانت إيه؟ هتبقى درجة علي بن أبي طالب. طب واللي يتمتع 4 أكيد درجته زي درجة، استغفر الله العظيم، النبي يعني. مش هو ده المهم، مش هو ده المهم. الأهم يا إخوانا إن هم جعلوا درجة علي بن أبي طالب ب3 متعات. درجة علي بن أبي طالب ب3 متعات. يعني عايز توصل لدرجة علي بن أبي طالب تمتع 3 متعات. شوفوا وازنوا أو ساووا التمتع بإيه. يعني تخيلوا علي بن أبي طالب درجته إن أنت تتمتع 3 مرات. يعني درجة علي بن أبي طالب مساوية للمتعة، مساوية للمتعة. لعنهم الله. يعني ده ويجي يقول لك انتوا اللي بتطعنوا في اهل البيت. لما تيجي تكلم واحد يقول له علي بن ابي طالب بعوضه، يقول لك انتوا اللي بتطعنوا في اهل البيت. يا عم الحاج اقرا وافهم وشوف الدين ده رايح بيك فين. وانت مفكرين اما واحد يطلع كده يقول لك علي بن ابي طالب خلق الكون، انتوا كده بترفعوا من شان علي بن ابي طالب؟ انتوا مش بترفعوا منه، انتوا بتحطوا منه مش بترفعوا. وايه اللي خالق بقى؟ طب تعالى يا عم الخالق، عايزينك شويه في مشوار يا عم الخالق. ايه يا عم الخالق؟ ما دافعتش عن المخلوقه بتاعتك ليه يا عم الخالق؟ ما دافعتش عن الامامه ليه يا عم الخالق؟ ما دافعتش عن بنتك المغتصبه ليه يا عم الخالق؟ ازاي خالق وما يدافعش على كل دوت؟ يعني ما انت في ايدك ان انت تدافع، الا بقى لو خالق الاصلي قال للخالق التقليدي التايوان ما تدافعش. يعني الخالق الاصلي قال للخالق التايوان ما تدافعش. يا اخوانا سيبكم من يا عم دي عالم تعبان. والله لا اقسم بالله العظيم الناس دي محتاجه مصحات، الناس دي محتاجه مصحات نفسيه. يعني احنا بنناقش نقول لعل وعسى، لعل وعسى ربنا ياخد بيد حد، لكن الناس دي محتاجه مصحات، مصحات، مصحات. الله المستعان. شكرا ليك يا غالي، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي يا اخوانا، الله المستعان. والله الناس دي محتاجة مصحات، مصحات نفسية. يعني عارف انت، بص اقول لك حاجة، يعني انت لما تناقش واحد ان عليه بعوضة ولا مش بعوضة، يعني عارف انت وصلت لمرحلة ايه؟ تناقش واحد عليه بعوضة ولا مش بعوضة، عليه بعوضة ولا مش بعوضة. لما تناقش واحد وتقول له ازاي علي بن ابي طالب يكون درجته ب3 متعات، والحسن درجته ب2 والحسين درجته ب1 متعة. يعني تخيل انت لما تناقش واحد وتقول له يا عم ده مش خالق، ده بشر زينا، يقول لك لا ده خالق السماوات والارض. يا عم يعني انت انا عايز اقول انت بتناقش في ايه؟ يعني انت بتناقش في ايه اصلا؟ انت بتناقش في ايه اصلا؟